السلام عليكم. السلام عليكم اخوكم خالد بيبو بيحييكم. بصيت في سجل ملفاتي القديمه وفيديوهاتي القديمه، لقيت ان انا جربت توي سيتي كذا مره بس ولا مره كان سوميو انس معايا. المهم فاحنا جبنا كرتونه توي سيتي هنجربها مع سوميو انس وطروقه حبايب خالو. الكرتونه 8 اكياس، الكيس ب 10 جنيه يعني 80 جنيه، يعني الفيديو يجيب 80,000 لايك بعد اذنكم. واكتبوا لنا افكار ومقالب وحاجات نجربها انا وسوميو انس، واحنا دايسين معاكم زي ما انتم عايزين. وهو في كيس طارق الصغنون حبيب خالو فتحوا بالعافيه فكسبنا فيه البتاع ديت، هنشوف هي ايه. اوبا دي بالون ايطاليوم. انا افتحها ازاي؟ البلف جواها، انا قطعتها. ايه ده؟ لا دي مش بالونه هيليوم. ايه ده؟ ايه اللي جواها ده؟ جواها بودره. دوقيها كده يا سمي، تعال تعال دوقيها كده يا سمي، ممكن تكون سكر مثلا. دوقها كده انت يا طروق يا حبيبي، دوق. طعمها حلو؟ طعمها جميل؟ الواد ده بيخاف يقول لي على حاجه. لا المهم هي حاجه طعمها معفن كده البودره دي، وجواها كيس الميه ده. ده انا مش عارف ده كيس ايه ده، يعني يتعمل بيها ايه. المهم هو كان كيس نحس اصلا، والواد فتحه بالعافيه غصب عني وانا مش راضي. عرفتي بقى اللي خاله ما بيبقاش راضي ايه اللي بيحصل له؟ بيبقى حظه خرا. طيب هنفتح الكيس بتاع انس حبيب خاله، وان شاء الله يكون انس وشه حلو، صح يا انس؟ وشك هيكون حلو ولا خرا؟ هو الكيس بتاع انس واضح انه تقيل وجواه هديه جميله. بسم الله الرحمن الرحيم، قول بسم الله. بسم الله. شاطر. قلم فيلو ماستر ولا ده؟ اه قلم فيلو ماستر. دوت بقى يا انس يا حبيب خالو، بحكم ان انت في حضانه فانت لسه اصلا بتتعلم قرايه وكتابه، فمش هتستخدم ولا قلم جاف ولا رصاص ولا في المسطر، فده انت هتحطه فيها. هتحطه فين؟ شاطر. طيب هنجرب حظ سومي حبيبه خالو، يا رب يكون حظها كويس مش قرف زي انس. عروسه! لا سومي طلع حظها حلو عشان بنت صبوره مؤدبه بتسمع الكلام، بقول لها اسكتي بتسكت. عروسه جميله قوي لسومي حبيبه قلب خاله. عروسه هتشخخيها وتشطفيها وتاكليها، ولو عملت اسهال هتلبسيها بامبز، ولو عندها تسلخات هتدهني لها كينكومب. ماشي يا سومي؟ مش عايز صوت. طيب هنجرب الكيس بتاع طروقه الصغنون اخر العنقود، ان شاء الله يكون حظه حلو مش نحس زي اول مره. عروسة بردك نفس العروسة بتاعت سومي. هي مين هياخد العروسة؟ يلا يا حبيبي خد عروستك واتكل على الله. طيب هنجرب كيس بحظي، يا رب يكون حظي كويس مش زي الخرا. لا ده شكله خفيف، وده كمان خفيف، وده كمان خفيف احمص. دوت تقيل. هنجرب الكيس دوت. بسم الله الرحمن الرحيم، نفس البتاع اللي كسبناه في الاول، وانا مش عارف ديت ايه. افتحها قدامكم تاني اهوت اهي. بصوا جواها دي القلب ده، انا مش عارف بقى اعمل ايه. القلب دوت جواه حاجه، جواه زي دقيق كده اهوت وكيس ميه مثلا، بفرقع كيس الميه يعني. ايه ده؟ فهمت، بتفرقع كيس الميه. دي مش ميه، دي شكلها ماده او حاجه، والميه ديت بتعمل مع البودره بيتنفخ. هنا بتركب شاليمو بقى او حاجه وتبقى زي بالونه الهيليوم. يبقى انا صح، انا كان كلامي صح، اللي احنا دوقناه دوت ماده مش سكر ولا دقيق ولا ملح يا سومي. خلي بالك عشان هنطلع على المستشفى، عمال يتنفخ شكله هيفنجر ولا ايه. طيب عقبال ما تخلص نفخه هنفكركم يا اخواتي ان انا جايب لكم لينك برنامج بيخليك تراقب اي حد عن طريق رقم تليفونه وتعرف عنوانه ومكانه وكل بياناته من مجرد بقى انك تسجل رقم تليفونه. لينك البرنامج دوت جوه في البايو عندي، كله يخش يحمله ويراقب اي حد هو عايزه وما يخليش حد يغفله. هي كده اتنفخت خلاص وجابت اخرها، نقدر نفرقعها؟ نفرقعها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا واضح ان هي مش بتفرقع، بس حظي طلع حلو. طيب دلوقتي انس جرب كيسه وطارق جرب كيسه وسومي جربت كيسها وانا جربت كيسي، فباقي معايا 3 اكياس مش عارف هنجربهم لمين. هنجرب كيس باسم كل اللي اسمهم احمد. اي حد في الفيديو دوت هيشوف نفسه اسمه احمد يبقى دوت حظه، سواء نحس او خرا او حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد انت كسبت عروسه، حظك فطير. بس لو كده يا احمد ممكن تربي العروسه دي وتخلي بالك منها، وان شاء الله لما تكبر نجوزها لك. هنجرب الكيس دوت باسم كل اللي اسمهم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اما نشوف ابو حميد هيكسب ايه. مش عارف يا ابو حميد والله، ده ايه ده؟
توكا توكا. كسبت توكا يا محمد. هنجرب اخر كيس باسم مين؟ اخر كيس يبقى باسم مين يا سومي؟ باسم عمر. عمر اخر كيس باسم عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر برضو كسب عروسة. كده خلصنا الثمان اكياس كلهم ودفعنا 80 جنيه في الفيديو دوت. فيا ريت يعني زي ما اتفقنا يجيب 80,000 لايك. انا خارج عني. وما تنسوش تكتبوا لنا افكار ومقالب وتجارب نجربها انا وسومي وانس، واحنا هنعمل لكم اللي انتوا عايزينه. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. وإخواتي بحبكم في الله. استنى. فإحنا هنجرب أشتم بتوع القوطة وأنس وطروا أحد. يا عم كفاية قوطة. راجل بارد. بيجوش ليه غير وإحنا بنصور. بجد حاجة تعصب يعني حاجة. طب معلش بقى انا هصور على كده وخلاص. بس يلا يا نعال ابو المهم هنشوف الكيس بتاع الروح حبيب خاله كسب ايه. كسب الكيس دوت وانا مش عارف ده عباره عن ايه والله. انا يا انت يا ابن الم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش هينفع يا جدعان، هوقف الفيديو وهرجع تاني معلش. اهو اهو. طب ادب بكيس ميه والله العظيم هين عليا ارش عليه كيس ميه. الموضوع صعب بجد، الموضوع صعب عايز اشوف حل. ده بقى انت مين يا